اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي عاجل ومباشرة من مكناس. تحياتي خويا. تعزيزات امنية مكثفة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي هنا بالمعرض الفلاحي قبل يوم من افتتاحه. شوفوا معنا شنو وقع في هذه الاثناء وما زالت تصل تعزيزات هنا لمدينة مكناس مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وولاية امن مكناس والادارة العامة للامن الوطني تستنفر عناصرها خصوصا هنا على مستوى ولاية امن مكناس. وكما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي عدد كبير لرجال الامن الوطني من مختلف الرتب وكذلك من مختلف التخصصات مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي استعدادا لهذه التظاهره الدوليه التي تعود للمملكه وتعود لمدينه مكناس بعد غياب لثلاث سنوات. وكما كنعرفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي فقد اكتسبت عناصر الاداره العامه للامن الوطني الخبره الكافيه والمهنيه الكافيه في التعامل مع مثل هذه التظاهرات والان ترتيبات أمنية مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي لمختلف عناصر الأمن الوطني من مختلف الأقسام والرتب والتخصصات كذلك لمرور المعرض والأجواء التي تمر من المعرض وكذلك استقبال الزوار والناس اللي غادي يجيو يزوروا مدينة مكناس وكذلك العارضين. هنا مجموعة من الترتيبات الأمنية كتأخذها الإدارة العامة للأمن الوطني وكذلك بتوفير عدد من المعدات اللوجستية وكذلك الفرق متخصصة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي للحفاظ على الأمن والأمان. وهنا كنشوفوا ما زالت الاستعدادات جارية على قدم وساق مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وكذلك هنا ما يمكنش تفوتنا الفرصة أنه نقولوا شهادة لله هذه أنه الإدارة العامة للأمن الوطني نالت العلامة الكاملة فيما يخص التدابير التنظيمية لمثل هذه التظاهرات وكذلك رجال الامن الوطني اكتسبوا الخبرات وكذلك يعني الخبره الكافيه من اجل التعامل مع مثل هذه التظاهرات وخصوصا هذه التظاهرات الدوليه التي سوف اللي غيشرف على المغرب انطلاقا من يوم غد ان شاء الله مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وغدا تنطلق من 2 ماي الى غايه 5 من هذا الشهر كذلك مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. فمنذ يعني انطلاق الاستعدادات للوضع يعني تشييد المعرض وتشييد المرافق ديالو وليستوند يعني كل ما يخص المعرض فكان يعني الحضور ديال رجال الامن الوطني من خلال متابعه كل صغيره وكبيره فيما يخص هذا يعني المعرض وكذلك الاجواء المحيطه به والمكان اللي كيتواجد به فكان توفير تغطيه امنيه على مدار الساعه 24 ساعه على 24 بالتنسيق طبعا مع المنظمين مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. فكما كتابعوا معنا الآن وعلى المباشر يعني تسخير عدد يعني تسخير معدات لوجستية من مختلف يعني للاداره العامه للامن الوطني كذلك تسخير عدد من اطر وكفاءات الاداره العامه للامن الوطني من اجل السهر على العمليات التنظيميه وكذلك كل ما يخص المعرض وكذلك الامن وامن الاشخاص والممتلكات فيما يخص هذه الايام خصوصا انه كنعرفوا غيكون يعني مرشح انه او مقدر ان عدد زوار المعرض سيفوق المليون زائر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وهذا اللي كيخلي
الوطني انه الاداره العامه للامن الوطني يعني كتوضع كل الترتيبات اللازمه وتوفير كل العناصر وتوفير المعدات اللوجستيه اللازمه لمثل هذه التظاهرات. اليوم كنتكلموا على تظاهره عالميه ودوليه واللي هي المعرض الدولي للفلاحه بالمغرب والذي يعود بعد غياب لثلاث سنوات. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا مازال الان مازال وصول التعزيزات الامنيه في هذه الاثناء مازال كيوصلوا رجال الامن الوطني هنا الى ساحه المعرض من اجل يعني هنايا كاين غيكون اجتماع بعد قليل على ما اظن مع المسؤولين هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي واللي غيتكلفوا يعني بتوزيع المهام والتنسيق واعطاء يعني التعليمات للعناصر الامنيه من اجل انه يعني تمر ايام المعرض في اجواء اكثر من يعني ناجحه. هذا هو الغرض منها. وكما كتابعوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى المباشر نعم كما كنشوفوا هنا فرق الدراجين وكذلك الفرق الخاصه بالمرور والجولان الى ذلك الفرق الامن الحضري وفرق التدخل كذلك حاضره مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي بمعدات لوجستيه وكذلك بكل الامكانيات اللازمه من اجل توفير الامن والامان وكذلك النظام العام داخل هذا المعرض. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا هو على المباشر فكنتمنوا ان شاء الله هالتظاهره اللي ان شاء الله غادا تكون ذات طابع خاص هذه السنه. ما يمكنش ليا انه نمر قبل ما نقولوا انه يعني الحمد لله فالاداره العامه للامن الوطني كما كنقولوا نالت العلامه الكامله من خلال التنظيم ديال كاس العالم قطر وكذلك مختلف التظاهرات اللي كانت داخل الوطن. شفنا مقابله المنتخب الوطني وضد المنتخب البرازيل وغيرها من التظاهرات الفنيه والرياضيه التي تنظم هنا داخل الوطن. نعم هو على المباشر هنا ترتيب نعم مشاهدينا وكما عودتنا دائما الاداره العامه للامن الوطني دائما في الموعد ودائما في مثل هذه التظاهرات يعول عليها وتبلي يعني صراحه البلاء الحسن وكتكون هي صمام الامان في مختلف هذه التظاهرات صراحه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي ونشد على ايدي كل السلطات المتدخله في هذه التظاهره اللي غادا تعيشها بلادنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي طيله ايام ثاني الى خامس ماي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي فكما كتابعوا معنا هو على المباشر. تم تسخير كذلك عدد من فرق الدراجين الخاصه بالسير والجولان ومراقبه الطرقات كذلك فرق الصقور او الفرق ديال الدراجات اللي كتدخل واللي كنشوفوا يعني كاين تعزيزات امنيه كتوصل ما زالت تصل في هذه الاثناء بحكم يعني العدد او الحضور اللي غادي ديال الزوار المعرض كما قلنا فغياب ديال ثلاث سنوات غيخلي انه يعني غيكون اقبال كبير على المعرض هذه السنه واللي خدا كشعار له الجيل الاخضر في خدمه الامن الغذائي لاجل سياده غذائيه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. وكما كنقولوا يعني الان يعني تضافر جهود ديال مجموعه ديال السلطات لا من الاداره العامه للامن الوطني ولا القوات المساعده زيد على ذلك الدرك الملكي والسلطات الاقليميه هنا على مستوى عماله اقليم مكناس واخص بالذكر هنا السيد عامل صاحب الجلاله السيد عبد الغني الصبار وكذلك السيد والي امن مدينه مكناس السي عبد الصادق الطرشولي وعدد من المسؤولين هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي والقياده الجهويه للدرك الملكي والقياده الاقليميه للقوات المساعده اضافه الى القياده الاقليميه للوقايه المدنيه ومجموعه من الاجهزه المتدخله من اجل انجاح هذه التظاهره العالميه واللي هي وجه المملكه طبعا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. فكما كتابعوا معنا وعلى المباشر فكما عودتنا الاداره
الإدارة العامة للأمن الوطني بكل عناصرها، بكل جدية وبكل حرفية وروح وطنية عالية. خدمات جليلة تقدم. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وما يمكن لنا إلا نشدوا على أيدي هاد الرجال اللي في كل مناسبة كنلقاوهم يعني حاضرين واجدين على أهبة الاستعداد خدمة للوطن والمواطن. طبعا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وهذه مناسبة أخرى مشاهدينا، واللي هي المعرض الدولي للفلاحة في نسخته الخامسة عشرة، والذي يعود بعد غياب الذي دام 3 سنوات. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كما قلنا تسخير معدات لوجستيكية هامة، كذلك تعزيزات أمنية كتوصل من عدد من نعم مشاهدينا، وعلى المباشر غادي نرجع لكم بعد قليل فيما يخص هذا البث المباشر وفيما يخص الترتيبات الامنيه المتخذه هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي على مستوى المعرض الدولي للفلاحه بالمغرب. اشكركم، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس، الى اللقاء.